معروفين بالبلديه هنا تندبحوا غير البلديه الرومي راه ما تندبحوهش. هذيك السلعه ديال الشاروري ولا سلعه البرا راه ما تندبحوهاش هنا. سي محمد النواس فما العنصر قزار هنا في حوانت اللي الفوق يا سيدي موسى. ايوا السوق اخويا راه السوق غالي الثمن راه كاين والبيع والشراء راه قليل بقاش الناس غلا عليها اللحم. ايوا نطلبوا الله الله يجيب الشتاء الله يجيب 80 درهم 80 درهم والعجل بلدي حماد راه صغار. ايوا يصوب الله معروفين بالبلدي هنا تندبحوا غير البلدي الرومي راه ما تندبحوش. هذيك السلعه ديال الشاروري ولا سلعه البرا راه ما تندبحوهاش هنا. داك الشيء راه غير بلدي وماشي غير انا كاع الجزاره ديال السوق ماشي غادي نشكر ليك غير راسي كاع الدراري هنا الله يعمر الله يعمر دارك. ولا تبيع السلعه بوجهها اللي تبيع النعجه راه تبيع النعجه اللي تبيع المعز راه تبيع المعز اللي تبيع الصغر راه تبيع الصغر. داك الشيء اللي كاين ايوا الصفه كاين عندنا هنا ماشي غادي نقول لك انا اللي مزيان ولا هادو الجزاره خايبين كاع الجزاره الله يعمرها دار. كليان كاين الحمد لله عندنا الوجوه صحابنا عندنا الوجوه كليان تيجونا من المدينه كليان تيجونا من بلايص اخرى كاين الحمد لله تيجونا الناس من كازا تيديو اللحم والله الا كاين الناس صحابي تيجيو من كازا باش يديو اللحم تيديو 8 كيلو 10 كيلو 12 كيلو واش تيدي شهر ولا فهمتي انت عندنا الثقه هنا تيصونوا علينا واش كاين اللحم دابحين تنقول لهم دابحين تيجيو تيديو اللحم. والمناسبات الناس اللي خصها مناسبات راه تنقصوا لهم شويه الناس اللي عندها عرس ولا عندها اسبوع ولا عندها شي صداقه ولا شي حاجه راه تنديروا مع الناس ثاني كيف يليق ونعطيهم الجوده اللحم اللي غادي ياكلوا اللحم ويشكرونا الناس. خص اللي كلم ذاك اللحم يقول واه ما عند مجدو ما عند فلان فهمتي نديو الرحمه ديال الوالدي راه ماشي غير خص ديت هذا الشيء راه فيه لاجر خص تبيع وتشري وخصك تبيع على لاجر والمعقول. ايوا والمعقول الا ما كانش المعقول راه ما كاين تاع هذه المهنه الا ما كانش فيها المعقول راه ما تعطيكش فهمتي لا ما صفيتيش راه ما تربحش. شحال من جزار راه كان ما عطاش يدير ولكن ما كان دخل الويض راه تيقول لك راه سد ولا ما بقاش خدام ولا حبس فهمتي الصفا هو اللي تينفع تيجيو لهنا الشوا كاين القهوي تياكلوا الناس الشي موجود الكبده والقلب كاين دري تيديروا الدواور ديال الكبده والقلب وهذاك الشيء الحمر الراس فهمتي هذاك الشيء كاع مزيان كاع السلعه هنا مليحه. شي راه كاينه الرومستيكه هي ديال القتبان كاينه الرومستيكه كاين الفيلي هادو راه كاع تيخدموا للشي فهمتي واللحم ديال المرقه راه كاين اللوزه حتى هي تخدم للشي وكاين اللحم ديال المرقه راه الكتف القصير الملج كاع هادو طروفارد بين الضلوع كل واش يبغي كاين اللي تيبغي اللحم ديال الملج كاين اللي تيبغي اللحم ديال الضلوع كاين اللي تيبغي اللحم ديال الكتف ديال اللوحه ديال الكتف كل واش تيبغي وكاين اللي تيبغي الكوتليط فهمتي الرجل راه تتبقى ثاني نظريه ديال بنادم كاين اللي تيبغي الكفته كاين اللي تيبغي اللحم على حسب كاين اللي تيبغي المرقه وتيبغي اللحم احمر ديال الرجله فهمتي واخا ديال اللحم ديال الرجله تيكون شويه مسرطن انا تنصح الناس باللحم ديال الطابل هو تيكون رطب المرقه والرجله راه اغلبيه الكفته ولا القتبان ولا كاين شي بلايص هبراتي اللي تيبغي اللحم ديال الهبره بوحدو بالعظم تنعطيهم الرجله حيت فيها شي بلايص اللي رطبين وفيها شي بلايص اللي قاسحين ديال الكفته راه ما يخدموش القرده نهائيا راه ماشي غتجي عند الجزار غادي يعطيك اللحم تقول لي عطيني اللحم ديال الهبره غادي يعطيك اللحم ديال الهبره صافي راه صالح القتبان لا كاين شي بلايص اللي تيصلحوا للقتبان شي بلايص اللي تيصلحوا الكفته. ايوا باش ما تحشمش راه شحال واحد تيجي تيقول لك عطيني من هذه البلاصه هذه وتشوفي ديك البلاصه اللي عطيتيه منها انت راه ما غاديش تخدم ليه تتقولي لا دي من هنا تتنصحو وكاين اللي ما تيبغيش يقول لك لا عطيني من هنا ودير هذا الحمار يجي قاسح شويه للقتبان. مرحبا 06 11 01 84 06 انا في ام العنصر المحلات اللي على الدخله الجزاري اللي على الدخله تيديروا المعز انا عندي المحل تما عنده شي مناسبه اللي خاصو اللحم للقتبان شي فرح شي اسبوع مرحبا بي على راسو العيال نديروا معاه كيف يلاه. Thank you.